على النقيض الكابتن خالد عيد، واحد من نجوم الإدارة الفنية في الدوري الممتاز. غزل المحلة عمل مباراة كبيرة ورائعة، هجومية، فاتح كل الخطوط النهاردة، بيلعب بشجاعة كبيرة جدا، بيهاجم بدنين واقف على رجله 90 دقيقة. خالد عيد النهاردة ياخد العلامة الكاملة، وجمهور المحلة النهاردة ليهم حق يفتخروا بفريقهم. غزل المحلة النهاردة ما جابش هدف وتراجع وعمل باركينج وقفل، بيروح راح بكورة واثنين وثلاثة، وكان ممكن ان هو يزود اهدافه. بصراحة النهاردة شابو الكابتن خالد عيد. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اولا حبيبي بشكرك والله على الكلام الجميل دوت، ويا رب كده على طول كده المحلة طول عمرها يعني فريق كبير وتاريخ، وان شاء الله المحلة ترجع لمسيرها الطبيعي تاني يعني ان شاء الله. تستحق يا كابتن الحقيقة، والف مبروك، ومباراة كبيرة، وتستحق على الاداء قبل النتيجة، وتستحق على الشجاعة، وتستحق على الاداء بعد الهدف. الحمد لله كابتن والله العظيم، احنا معانا مجموعه لعيبه عايز اشكرهم على الهوا. كل ما اعمل مداخله مع حد لازم اشكرهم، لانه فعلا رجاله ومقاتلين في الملعب، ورهاني ما خسرتوش يعني. الحمد لله انا اتعلمت عليهم اللي هم هيعملوا حاجه السنه دي ويشرفونا، وفعلا بصراحه حاجه تفرح جدا. لعيبه محترمه، لعيبه اخلاقيا على مستوى عالي جدا، روح في الملعب عاليه جدا. الحمد لله كابتن سيف، برضو بحب اشكر الجهاز الفني بالكامل يعني، من اول المدرب العام للمدرب الحراس، الناس اللي بتجتهد برضه في الملعب وشغاله وتعبانه، ممكن الناس تكون برضه في الظل يعني، بس الناس دي برضه تعبانه معانا في الفرقه، والحمد لله يعني المجهود بتاعنا كله الحمد لله ما راحش، وعاملين فرقه محترمه الحمد لله. لعبت على المكسب النهارده كابتن؟ لعبت طبعا على المكسب النهارده. لعبنا النهارده احنا، انا قبل الماتش كمان كلمت اللعيبه كلمتين، قلت لهم اللي خايف يقول لي كابتن انا ما اقدرش العب ويقعد. قلت لهم، انا كلمتهم كده قلت لهم بصوا، النادي الاهلي نادي كبير، واحنا لعيبه كنا بنستنى الماتشات ديت عشان ماتشات كلها تصفيات وكده يعني. اللي عايز يتصيط واللي عايز يعمل اسم لازم النهارده يأدي ويلعب. بمنتهى الصراحه كابتن، النهارده بعد ما جبت الهدف، كان هدفك ان لعيبتك تقفل ورا، ولا كنت بتزقهم ان اطلعوا كملوا؟ لو شفت الماتش يا كابتن، انا شفت تعبني من الزعيق اللي انا لازم نطلع لقدام. يعني انا قعدت ازعق كتير في الملعب، اللي لازم نطلع نكمل، لكن اللعيبه طبعا اللعيب المصري عامه في بيبقى في تراجع من نفسه كده في بعض الاحيان. يعني انت النهارده كابتن حسيت انك ممكن تعمل مكسب بسكور النهارده مع النادي الاهلي؟ مش سكور يا كابتن برضه، عشان يعني احنا قلنا نكسب، ممكن احنا حتى في التايم احنا قلنا الاهلي هيهاجمنا وهيزود في الحته الهجوميه، لازم نستغل الحاجات ديت عشان نشتغل على المرتدات كويس جدا. راح مننا جوانا يا كابتن سيف النهارده كانت ممكن يعني يا كابتن خالد، انت حضرتك النهارده كنت عايز الهدف يبقى هدفين، ولا كنت عايز تقابل من قدام عشان تخفف ضغط الاهلي عليك؟ انهي واحده فيهم؟ لا طبعا، لا انا كنت عايز اجيب جون كمان يعني. انا قلت لهم الاهلي لازم نستغل اللي هو برضه في الحته اللي هو هيطلع ويهاجم غصب عنه، لازم هيبقى فيه الخطوط مفتوحه عنده. وبعدين يا كابتن في حاجه النهارده هو ساعدنا في حاجه في وسط الملعب كمان، ان هو لعب باربع فراوده صراحه. مروان ومحسن وواليا. ما هم دول واحد يا كابتن، مروان ومحسن دول واحد. لا مروان وصلاح محسن. مروان وصلاح محسن. ايوه، وبواليا وطاهر. فبرضه ساعدنا كابتن وسط الملعب خلاص، هو فضى وسط الملعب خلاص، واي اي كره مرتده كابتن يعني، لو في النهارده شيء من السرعات شويه كنا جبنا كابتن النهارده كمان جول. الف الف مبروك يا كابتن، ومباراه وده حال كره القدم طبعا، اداء الحقيقه رائع النهارده لغزل المحله، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق لحضرتك والفريق الفتره اللي جايه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا.